بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. مجالس العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المبارك من برنامجكم المتجدد مجالس العلماء. أيها الإخوة والأخوات، سرنا أن ننقلكم إلى أروقة جامع الأميرة هيا بنت عبد العزيز في حي الشفا بالرياض، ومع محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حول فضل الصيام والقيام. تحدث فضيلة الشيخ في البداية عن استقبال شهر رمضان المبارك، حيث يقول فضيلته في ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن المسلمين في هذه الأيام يستقبلون شهراً عظيماً سيحل عليهم بعد أيام قليلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر قومه، يبشر المسلمين بقدوم هذا الشهر، كما جاء في حديث سلمان المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر جمعة من شهر شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، وذكر من فضائله شيئاً كثيراً، فدل على أهمية هذا الشهر عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر المسلمين بقدومه مع أنهم يعلمون بقدومه، لأنهم في آخر شعبان، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبشرهم وأن ينبههم إلى أهمية هذا الشهر من أجل أن يستقبلوه بالفرح والسرور والاغتباط، فإنه من فضل الله. قد قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا الشهر من فضل الله الذي يفرح به فرحا محمودا لما فيه من الخير ولما فيه من الزيادة في حسنات المسلم إذا وفقه الله سبحانه وتعالى إلى اغتنام هذا الشهر، وأما الفرح المذموم فهو الفرح بالدنيا، بالدنيا الفانية، كما قال سبحانه: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالدنيا لا يفرح بها لأنها فتنة ولأنها زائلة، وإنما يفرح بمواسم الخير التي هي أسواق من أسواق الجنة، والتي هي موسم من مواسم الآخرة،
فالمسلم يفرح بإدراك هذا الشهر من أجل ما فيه من الخيرات التي يكتبها الله في صحائف عمله، فيجدها عند الله سبحانه وتعالى مدخرة له. فإن إدراك المسلم لهذا الشهر واغتنام أوقاته نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فإن كثيراً من الناس لا يدركون هذا الشهر، يخترمهم الموت قبل إدراكه. أما من متعه الله بالصحة، من عليه بالعافية ووفقه اغتنام هذا الشهر، أدركه واغتنمه، فهذا علامة السعادة، علامة الخير. يدلكم على ذلك الحديث الذي ورد في أن ثلاثة كانوا مجتهدين في العبادة والصلاح والاستقامة، فاستشهد اثنان، يعني قتلوا في سبيل الله عز وجل، وبقي الثالث، فروي رؤيا سابقا لهما. لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تعجب الناس، كيف الذي مات على فراشه يكون سابقا للشهداء في سبيل الله عز وجل؟ وقد ذكر الله من فضل الشهداء فضلا عظيما كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فضل الشهادة في سبيل الله فضل عظيم، ولكن هذا الذي مات على فراشه ولم يستشهد سبقهما في الجنة وصار أرفع منهما منزله. تعجب الصحابة من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس أدرك شهر رمضان فصامه وقامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، إن بينهما كما بين السماء والأرض. هذا يدل على فضل من طال عمره واستغله بالطاعة والمحافظة على الصلوات الخمس في اليوم والليلة والمحافظة على شهر رمضان واغتنامه بالخير والطاعات، فكيف لا يفرح بشهر هذه منزلته وهذا فضل؟ ومرة صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين، ثلاث مرات، ثم أخبر الصحابة لماذا قال آمين هذه المرات،
قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدركه شهر رمضان فمات ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت: آمين. قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار، قل آمين. قلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. والشاهد من هذا: من أدركه شهر رمضان فمات ولم يغفر له، هذا دليل على أن من حرم فضل هذا الشهر أنه محروم، وأن حياته عليه وبال. وأما من وفق لمعرفة قدر هذا الشهر استغله بطاعة الله وحفظ أوقاته فيما يرضي الله فإنه يكون مغنما له عند الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيجب علينا أن نعرف قدر هذا الشهر وأن نستقبله بالفرح والسرور وشكر الله عز وجل الذي مكننا منه وأحله علينا وهيأ لنا الفرصة، أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نحمده على هذا الفضل العظيم، وأن نستغل هذا الشهر رصيداً لنا عند الله سبحانه وتعالى بالطاعات والقربات وفعل الخيرات، فإنه شهر مبارك، شهر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عظيم مبارك، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، فأعظم ما يؤدى في هذا الشهر صيامه، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأوجب سبحانه وتعالى على من أدرك شهر رمضان وهو مسلم، وهو مسلم صحيح ومقيم، أن يصوم، أن يصوم أيامه، وهذا ركن من أركان الإسلام. وصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا نداء من الله جل وعلا للمؤمنين لينبههم
وليأمرهم، لأنه كتب أي فرض عليهم الصيام، فمعنى كتب يعني فرض، الكتب معناه الفرض، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القصاص يعني فرض، ثم قال: كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الأمم السابقة. الصيام فريضة قديمة وليس هو من خواص هذه الأمة. لعلكم تتقون، هذا فيه بيان الحكمة من الصيام، وهي أنه يسبب التقوى للعبد، فالصائم يحصل على التقوى لما يؤثر فيه الصيام من رقة القلب والخشوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولما فيه من ترك الشهوات المباحة في غير الصيام كالأكل والشرب ومعاشرة الزوجة، هذه أمور مباحة لكنها تحرم على الصائم فيتركها لله عز وجل طاعة لله. فإذا كان يترك المباحات والطيبات تقرباً إلى الله وطاعة له، فلا أن يترك المحرمات من باب أولى. فالصيام يسبب التقوى، لأن العبد يألف ترك ما تدعو إليه نفسه ويقدم طاعة الله عز وجل على طاعة نفسه وهوى نفسه، حتى وهو أشد ما يكون حاجة إلى الطعام وإلى الشراب وإلى معاشرة أهله، وحتى لو لم يره أحد ولو كان في مكان خال من الناس فإنه يترك، وإن يترك هذه الأشياء وإن كانت في متناوله وقريبة منه يتركها لله عز وجل طاعة له. فإذا ترك المباحات والمشتهيات الطيبة تقرباً إلى الله فمن باب أولى أن يترك الخبائث ويترك المحرمات. فالصيام يربيه، الصيام يربيه على التقوى، والتقوى هي الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا حديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزيه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم، أي رائحة فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا هو السر في قوله تعالى: لعلكم تتقون. ثم قال: أياما معدودات، يعني ليس الصيام دائما كل السنة، وإنما أوجب الله عليكم صيام هذه الأيام المعدودات، أياما معدودات، إذا انتهت فإن الإنسان يفطر، وإن شاء يصوم تطوعاً وتزوداً من الخير فله ذلك، وإلا فلا يلزمه الصيام غير هذه الأيام المعدودات التي هي شهر رمضان. السنة 12 شهراً، أوجب الله عليك صيام شهر واحد منها وأباح لك الفطر
في 11 شهر، وإن شئت أن تتزوج وتصوم من هذه الأشهر تطوعاً فباب الخير مفتوح أمامك، ولكن لا يجب عليك إلا صيام هذه الأيام، أيام رمضان، أيام معدودات. وأيضاً إذا كان الإنسان له عذر لا يستطيع معه الصيام، قد أباح الله له أن يفطر في رمضان وأن يقضي هذه الأيام من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى. رخص الله للمريض الذي يشق عليه الصيام مشقة ظاهرة أو أن الصيام يزيد عليه المرض، يضاعف عليه المرض، أو هو بحاجة إلى أخذ العلاج في النهار، ولو أخر العلاج إلى الليل حصل عليه مضاعفة مرض، أباح الله له أن يفطر في رمضان رفقاً به ورحمةً به، ويعوض عن هذه الأيام التي أفطرها بصيام أيام أخرى من السنة. كذلك المسافر، المسافر معلوم أن السفر شاق، فيه مشقة، والسفر قطعة من العذاب، حتى ولو كان على وسيلة مريحة كهذه الأيام، السفر على سيارة أو على طائرة أو وسيلة مريحة تختلف عن وسائل السفر السابقة على الأقدام وعلى الإبل، فإن السفر لا يخلو من مشقة مهما كان، السفر لا يخلو من مشقة مهما كانت وسيلته. وأيضاً هذه الوسائل المريحة لا تدوم ولا تحصل لكل أحد، فلذلك شرع الله للمسافر أن يفطر، وإفطاره أحب إلى الله من صيامه، إفطار المسافر أحب إلى الله من صيامه، لأن الإفطار رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والمراد السفر الذي يبلغ المسافة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها المحرم. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم المحرم للمرأة في السفر الذي يبلغ مسيرة يومين، فدل على أن ما دون اليومين لا يسمى سفراً. والمراد باليومين السير على الراحلة والأقدام كما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يومين مسيرة يومين للراحلة، ومقدار اليومين بالكيلو 80 كيلو فأكثر، لأنه يتكون من مرحلتين، كل يوم مرحلة، والمرحلة 40 كيلو، 40 كيلو، المجموع 80 كيلو مسيرة اليومين. فمن سافر سفراً يبلغ هذه المسافة أو أكثر منها فإنه يفطر، ومن كان سفره دون مسيرة اليومين للراحلة فإنه لا يفطر، لأن هذا لا يسمى سفراً في الشرع حتى ولو كان على وسيلة سريعة. ولهذا يقول الفقهاء، قالوا هذا قديماً، قالوا ولو قطعها في ساعة، هذا قاله الفقهاء قبل أن
تخرج السيارات والطائرات والوسائل السريعة. قالوا ولو قطعها في ساعة. العبرة بالمساحة وليست العبرة بالزمن. فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقدير فأفطر فعليه أن يصوم عدة من أيام أخر بقدر ما أفطر. ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هناك صنف من الناس، صنف من المسلمين لا يستطيعون الصيام لا في رمضان ولا في غيره، يعجزون عن الصيام عجزاً مستمراً، وهم الذين قال الله فيهم وعلى الذين يطيقونه فدية. وهم صنفان: الصنف الأول الكبير الهرم، الكبير الهرم الذي معه عقله معه فكره لكنه لا يستطيع الصيام بسبب الكبر، فهذا عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومقدار طعام المسكين نصف صاع، نصف صاع عن كل يوم، كيلو نصف عن كل يوم. والصنف الثاني المريض مرضاً مزمناً، المريض مرضاً مزمناً، لأن المريض على قسمين: مرض غير مزمن وهو الذي سبق ذكره مع المسافر، والثاني مرض مزمن أي مستديم لا يرجى له شفاء ولا يستطيع الصيام لا في رمضان ولا في غيره، هذا أيضاً عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم. ولو جمع الفدية عن الأيام ودفعها دفعة واحدة إلى مستحق فلا بأس بذلك، سواء فرقها أو جمعها، وسواء دفعها إلى جماعة من المساكين أو دفعها إلى مسكين واحد لا بأس بذلك. فمن تطوع خيراً فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فلهذا يجب على المسلم، أو يتأكد على المسلم، أن يفرح بقدوم هذا الشهر، وأن يجتهد فيه، وأن يحرص على عمل الخير، ولا يكون مثل كثير من الناس اليوم لا يعرفون شهر رمضان إلا أنه شهر للكسل والنوم في النهار والسهر بالليل، سهر بالليل على قيل وقال أو ربما على معاصي وشرور ومشاهدة القنوات الفضائية والأفلام الخائبة، ثم ينام النهار كله ولا يقوم لصلاة الفريضة، فهو ما عنده رمضان إلا أنه سهر بالليل ونوم بالنهار وتضييع للفرائض. هذا صنف من الناس. الصنف الثاني من يرى أن شهر رمضان شهر للأكل والشرب، ينوع المآكل والمشارب ويملأ بطنه عند الإفطار وينام، لأنه معلوم أنه إذا ملأ بطنه بالطعام والشراب سيكسل عن القيام، قيام رمضان، فينام ويترك قيام الليل، فهو ما عنده قدر لشهر رمضان إلا أنه يجمع المقاضي، مقاضي رمضان يسمونها، وينوعها ويملأ البيت ولاجى الإفطار يحضر أنواعاً كثيرة، أنواع كأن شهر رمضان شهر أكل وشرب ما هو شهر صيام.
المفروض أن المسلم يقلل من الطعام والشراب في رمضان، يتخفف ويفطر على ما أباح الله، ولا يسرف في الأكل ولا يسرف في الشراب، لأن شهر رمضان شهر عمل، ما هو شهر بطالة وشهر كسل، شهر أكل وشرب، لا بالعكس، شهر رمضان شهر صيام، شهر صيام وتقليل من الطعام والشراب. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل شهر رمضان شاهداً لنا لا شاهداً علينا، وأن يوفقنا وإياكم لاغتنام صيامه وقيامه والعمل الصالح فيه، وأن يعفو عنا ويغفر لنا خطأنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى نهاية وقت البرنامج، حيث كان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان في محاضرة لفضيلته عنوانها فضل الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.